ما هو الحكم من خدمة العالم الإجبارية على الشريعة لحماية اليهود وحراستهم؟ وما هو يعني موقفي؟ نحن شيخنا نحن الأردن هنا. نحن الأردن. أظن أخي هذا السؤال يعني لا يصح ذكره من ناحية أنه يتعلق بمن لا يستطيع خلافه، فهمتني؟ يعني أقصد يعني الخدمة العسكرية هل يستطيع الخلاص منها؟ حتى أنت تسأل هذا السؤال. ممكن يتهاجر، يعني ترك هذا المكان مثلا وفر بدينه. حين نقول إذا استطاع أن يتخلص فواجبه ذلك، ولا يجوز أن يخدم. في كمان سؤال.